الامعاء لها واحد دور كبير جدا في الصحه النفسيه ديالنا. ومي تنقول الامعاء كنقولوا هذاك يعني العضو اللي نعم. كيستقبل الاكل. راه بدون اكل ما كاينش الامعاء، لان الامعاء تخدموا بالاكل. صحيح. وخصوصا لان الوظيفه ديالهم عندما نتغذى ناكل، يعني عندما نتغذى وناكل يعني هما تيديروا لاستيميلاسيون، يعني تيعطيونا الامتصاص ديال المواد اللي حنا تنستافدوا منها، وكذلك عن طريق الامعاء تنغذيو واحد كما تنقولوا حنايا واحد الاورغان اللي مع الاسف ما تنعطيوش اهميه، هما البكتيريا الصديقه اللي ذكرناها معك لاله خديجه في الحلقه. دونك حنا تنهضروا على البروبيوتيك او البكتيريا الصديقه. الوغ ملي كنتكلموا على البروبيوتيك تنتكلموا على التوازن بالخصوص ديال البكتيريات وديال كذلك لي لوفور الخمائر. نعم. هنايا مجموعه من الناس اللي عندهم القلق الشديد وعندهم كذلك مشكل مع ستريس، تلقاو عندهم مشكل او لا ديسبيوز، عندهم واحد الخلل في هذه البكتيريا الصديقه. نعم. البكتيريا الصديقة ماشي الدور ديالها غير أنها تتقوي المناعة، وإنما الدور ديالها هو صناعة بعض النواقل العصبية اللي مهمة جدا في الحالة ديال ستريس وفي الحالة ديال القلق، منهم النقل العصبي الجاما نورو ترانسميتور الجاما، وكذلك النقل العصبي سيروتونين. السيروتونين هو هرمون السعادة. إذا لما كانت هاد البكتيريا راه ما تتصنعش من السيروتونين، راه السيروتونين ما تتصنعش في الدماغ، وانما 95% تتصنع في الامعاء عن طريق البكتيريا الصديقه. ولكن خاصنا دي بريكورسور، خاصنا واحد المواد اوليه اللي تتحولهم هاد البكتيريا لهاد النواقل العصبيه اللي ذكرنا جد مهمين في الصحه النفسيه. بحال دابا الا بغينا الجابا اللي هو ناقل عصبي جد مهم اللي تيهبط لينا مستوى تاع الكورتيزول وتيعزلو، وجد مهم في الحاله ديال القلق وفي لا ديبرسيون. الكابا خاصنا الالغلوتامين. الالغلوتامين فين تلقاو؟ تلقاو في المطيشه داكور، تلقاو كذلك في اللوز، تلقاو في حبوب تاع الزريعه، تلقاو في العدس الاحمر. هذه الاشياء كلها الا عطيناها من طبيعه الحال البكتيريا الصديقه ديالنا تتصنع لنا هذا الناقل العصبي اللي جد مهم للصحه النفسيه.